المورد الخامس. قال القرطبي، لاحظ نحاول أن نأتي من مقتبسات تكون أيضا مذكورة سابقا، قال: وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق. أقول هنا خطوات. خطوة أولى، علينا أن نفهم مسبقا معنى الإجماع، فلا يعقل أن نفعل كل ما يفعل أئمة المارقة التيمية الخوارج فيدلسون على الجهال ويفهمونهم بأن من الإجماع ما يحصل بالقهر وأساليب الترغيب والترهيب السلطوي المالي. خطوة ثانية، إن كان يقصد بالإجماع عندما قال إجماعة الصحابة، إن كان يقصد بالإجماع الإجماع الابتدائي فهو غير متحقق جزما، وإلا فلماذا حصل ما حصل من ادعاء من ادعاءات ونزاعات، بل لماذا حصل اجتماع السقيفة أصلا. خطوة ثالثة، وإن كان يقصد به الإجماع اللاحق فإنه لم يتحقق جزما لا في السقيفة لأنهم لم يكونوا حاضرين جميعا، ولا بعد السقيفة، لأنه على الأقل قد تخلف من ذكرهم القرطبي نفسه من الذين يقولون بوجود نص على إمامة العباس رضي الله عنه، ومن يقول بوجود نص على إمامة علي عليه السلام، الذي يقول بوجود نص على إمامة العباس والذي يقول بوجود نص على إمامة علي كيف يدخل في الإجماع؟ انتبه جيدا، هو القرطبي الذي قال يوجد ناس تقول بالنص على إمامة العباس، ويوجد ناس تقول بوجود نص على إمامة علي، ويوجد ناس تقول بوجود نص على إمامة أبي بكر. الذي يقول بوجود نص على إمامة أبي بكر طبعا يدخل في الإجماع، لكن الذي يقول بوجود نص على إمامة العباس وإمامة علي كيف يدخل في الإجماع؟ ليحل التيمية هذا اللغز. إضافة لذلك، الخطوة الرابعة، أقول إضافة لذلك، فإن المتيقن أنه لا يثبت إجماع الصحابة ممن كان حاضرا السقيفة، حتى من كان حاضر في السقيفة لا يثبت أنه تحقق الإجماع عندهم. فعلى الأقل تخلف سيد الخزرج وسيد الأنصار الصحابي البدري الرضواني سعد بن عبادة رضي الله عنه عن البيعة. ما هو الدليل؟ أذكر أليف وباء وجيم ودال. قال أليف ابن تيمية منهاج السنة جزء ثامن: بيعة الصديق. يقول: وقد علم بالتواتر أنه لم يتخلف عن بيعته إلا سعد بن عبادة. يقول: وقد علم بالتواتر أنه لم يتخلف عن بيعته إلا سعد بن عبادة. وأما علي عليه السلام، وأما علي وبنو هاشم فكلهم بايعه باتفاق الناس، لم يمت أحد منهم إلا وهو مبايع له. ولكن قيل، هذا أيضا كلام لازال لابن تيمية، ولكن قيل علي عليه السلام تأخرت بيعته 6 أشهر، وقيل بل بايعه ثاني يوم، يقول بايع حاله حال الآخرين. بعد هذا يأتي يقول قيل، يضعف يعني يعطي قولا ضعيفا، يقول ولكن يستدرك قيل علي، لاحظ استدراك وبعد هذا تضعيف للقول، ولكن قيل علي تأخرت بيعته 6 أشهر، وقيل بل بايعه ثاني يوم. وبكل حال فقد بايعوه من غير إكراه، ثم جميع الناس بايعوا عمر إلا سعدا، ثم جميع الناس بايعوا عمر إلا سعدا، إلا سعد يعني بن عبادة. وأما بيعة عثمان فاتفق الناس كلهم عليها، وكان سعد بن عبادة قد مات في خلافة عمر فلم يدركها. يكمل ابن تيمية يقول: وتخلف سعد قد عرف سببه، فإنه كان، لاحظ ابن تيمية شيخ المارقة، شيخ الخوارج، شيخ الإرهاب، شيخ التكفير، شيخ الدولة، شيخ الدواعش، ماذا يقول؟ يقول: وتخلف سعد قد عرف سببه. ما هو السبب؟ سعد الصحابي البدري الرضواني سيد الخزرج سيد الأنصار. يقول: لماذا تخلف؟ يقول: فإنه كان يطلب أن يصير أميرا ويجعل من المهاجرين أميرا ومن الأنصار أميرا،
وما طلبه سعد لم يكن سائغا بنص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجماع المسلمين. انتهى أليف. باء قال الطبري، باء قال الطبري وغيره إن سعد بن عبادة ترك أياما ثم بعث إليه أن أقبل فبايع، فقد بايع الناس وبايع قومك، أقبل فبايع فقد بايع الناس وبايع قومك، فقال أما والله حتى أرميكم بما في كنانتي من نبل أو نبال، بما في كنانتي من نبل وأخضب سنان رمحي، أما والله حتى أرميكم في بما في كنانتي من نبل وأخضب سنان رمحي وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي وأقاتلكم بأهل بيتي ومن أطاعني من قومي فلا أفعل، وأيم الله لو أن الجن اجتمعت لكم مع الإنس ما بايعتكم حتى أعرض على ربي وأعلم ما حسابي. حتى هذا الصحابي البدري الرضواني يقول حتى أعرض على ربي وأعلم ما حسابي، إذا لم يبايع ومع الإصرار. يكمل الطبري يقول فلما أتي أبو بكر بذلك، أي أوصل له هذا الكلام والرد، يقول قال عمر لا تدعه حتى يبايع، فقال له بشير بن سعد إنه قد لج وأباه وليس بمبايعكم حتى يقتل، وليس بمقتول حتى يقتل معه ولده وأهل بيته وطائفة من عشيرته، اتركوه فليس تركه بضاركم، إنما هو رجل واحد فتركوه. فكان سعد لا يصلي بصلاتهم، التفت جيدا، فكان سعد لا يصلي بصلاتهم ولا يجتمع معهم ولا يحج ولا يفيض معهم بإفاضتهم، فلم يزل كذلك حتى توفي أبو بكر وولي عمر، فلم يزل كذلك حتى توفي أبو بكر وولي عمر. هذا ورد في الكثير من المصادر، منها الطبري وكنز العمال والإمام وسياسة وسيرة الحلبية وابن الأثير ورياض النظر وغيرها.